السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الإعلان خاص بحلقة مباشرة إن شاء الله في يوم الأربعاء 16 شتنبر على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. نديرو حلقة على المباشر في موضوع الوضع بمخيمات العار بتندوف والمساعدات الإنسانية التي مفترض أن توجه إلى المحتجزين بمخيمات العار. إذن إن شاء الله غادي نتلاقاو نهار الأربعاء مع 8، وكنبغيكم كاملين أنكم تكونوا تفرجتوا للشريط الوثائقي اللي تكلمني عليه بعنوان من تندوف إلى العيون طريق الكرامة. غادي تلقاو، غادي نخليكم الرابط في صندوق الوصف وكذلك في التعليق الأول. نتمنىكم أنكم تفرجوا له باش تاخذوا فكرة واضحة، ويكون ذاك الشريط هو منطلق الأرضية ديال النقاش لهذا الموضوع اللي جد مهم. وكنبغي المشاركة ديالكم تكون مكثفة، وإن شاء الله كاين فيكم اللي غادي نعطيه الكلامونات باش يعاوننا في الدبان. شكرا لكم وإلى اللقاء يوم الأربعاء إن شاء الله.